عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. قبل كده عملنا فيديوهات عن الجهاز البولي اللي هو الكليتين والحالبين والمثانة وبعديها اليوريتر أو الإحليل مخرج البول، وقلنا إن الجهاز الكلوي دوت أو الجهاز البولي هو من الأجهزة الهامة جدا في الجسم وبيقوم بوظائف مهمة جدا للجسم عشان يظل الجسم على قيد الحياة، ولو اختل تختل جميع وظائف الجسم، ولو وصل هذا الخلل إلى درجة كبيرة بنسميها رينال فيلير، فشل كلوي. في هذه الحالة الجسم كله بيختل وربما يبقى الإنسان حالته خطر. فالجهاز الكلوي أو الكليتين بيقوموا بخمس وظائف في غاية الأهمية. أول حاجة الإخراج لما هو زائد في الجسم من معادن وفيتامينات ومواد أخرى مذابة في الماء على شكل بول، يبقى إخراج التخلص من ما هو زائد، التخلص مما هو ضار، الذي المنتجات والمواد التي تنتج عن التمثيل الغذائي وعن وظائف أعضاء الجسم مثل العضلات وغيرها بتنتج مواد ضارة بالجسم فالكلية بتتخلص منها، وأيضا الكلية بتفرز هرمونات واحد منهم مسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء اسمه إريثروبيوتين، وواحد مسؤول عن تنظيم ضغط الدم اسمه رينين، وأيضا مسؤولة الكلية عن فيتامين دال الفعال في الجسم. الواحد لما بيمتص فيتامين دال، الفيتامين دال الممتص من الغذاء موجود في شكل غير فعال غير نشط ما يفيد الجسم، فالكلية بتحوله إلى نوع نشط وفعال ومفيد بالجسم. خمس وظائف مهمة. لو اختلت الكلى ايه اللي هيحصل؟ لو اختلت وظائف الكلى المواد الزائدة عن حاجة الجسم مش هنعرف نتخلص منها، المواد السامة الضارة هتنها موجودة في الجسم ويحصل تسمم للجسم، هرمون تصنيع كرات الدم الحمراء مش هيبقى موجود او يقل وبالتالي مفيش كرات دم حمراء تتكون، ضغط الدم بسبب هرمون اللي بتطلعه الكلية هيتلخبط لانه مش موجود الهرمون، فيتامين دي مش هنلاقيه لان هنمتص فيتامين دي مش فعال والكلى مش عارفة تحوله الى النوع الفعال. فالانسان لما بيحصل له خلل في وظائف الكلية بيخش في هذا الخلل بالتدريج في حالة اسمها كرونيك رينال فيلير، يوم بعد يوم يوم بعد يوم. أول مظاهره إن البول، كمية البول اللي بتنزل بتقل لحد ما توصل لمرحلة ما، لما توصل البول إلى مرحلة إنه يكون أقل من 50 سنتي 50 ملي لتر يبقى إذا إحنا دخلنا في حالة اسمها أنيوريا، وهذه الحالة من الحالات اللي تعتبر خطرة جدا، والإنسان في هذه الحالة بيكون دخل في المراحل متقدمة من الفشل الكلوي. إيه اللي بينتج عن الفشل الكلوي؟ الإنسان زي ما قلت جسمه كله وظائفه بتختل وبيبقى في حالة خطرة ولابد من التصرف. التصرف يا إما الإنسان بيخضع للغسيل الكلوي، بيخضع بيتحط تحت مكاين بتقوم بعملية الكلى في فلترة الدم، يقوم بها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع مدى الحياة، أو يتعمل له كيدني ترانسبلانت زراعة كلى. اللي ما بيقدرش يعمل ده ولا ده أموره بتتدهور إلى أن ربنا يفتكر. فخلينا نشوف الفيديو القادم التالي في معلومات عن الفشل الكلوي هذا، مراحله وأسبابه وأعراضه، وفي النهاية بنعمل إيه في الحالات دي.
فخليكم معايا.